قضية اليوم فيها مفاجآت صادمة وغريبة وعجيبة وكتخدم العقل اللي عندها علاقة بواحد الهاكر. وصراحة هاد القصة جاتني تصلاح لشي فيلم سينمائي حيت بها أحداث مشوقة وللأسف حقيقية وبقى جديدة. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. وهنا رجعت معكم من جديد. خبرت عليكم واحد النهار واحد غير باش نرتاح. وحلقه اليوم هي اهداء خاص لاصحاب القضايا اللي كندير لهم مره خطره. فاذا كنتي جديد على القناه كنقول لك مرحبا بك، واذا كنتي من اهل الدار فالدار دار، وشكرا دائما وابدا على تعاليقكم الرائعه وتشجيعاتكم باللايك. وما تنسوش ايضا انكم تفعلوا جرس لتحت باش تكونوا من الاوائل اللي كيتفرجوا في الفيديو فاش يلا كنزلو. ودابا غادي نقول لكم لنبدا. في حلقه اليوم غادي نتكلموا على واحد الهاكر اللي هو لبناني واللي سميتو داني، من اب لبناني وام بريطانيا. غادي تولد في لندن سنه 1997، غادي تخرج في سنه 2018 كمهندس في لافورماتيك من شي جامعه في بريطانيا. من بعد غادي يبدا خدمته في هذا الدومين، واللي كانوا بعض البنوك وحتى دي زابليكاسيون اللي كانوا كيعيطوا عليه باش انه يعاونهم اذا وقع لهم شي خلل في السيستم، ومن بعد كيامن لهم هذاك النظام. فهاد داني كانت عنده خبره كبيره. في اوائل هاد السنه 2022 غادي يمشي داني مع الخليله ديالو كيتي فواحد الرحله سياحيه في باخره من بريطانيا لنيويورك. هاد النوع ديال الباخرات تيكون ضخم بحال شي مدينه، واللي كان عدد الركاب ديالها اكثر من 2000 شخص. وكيف قلنا داني غادي يسافر مع الخليله ديالو كيتي امريكيه الاصل، واللي كانوا مستمتعين بحال كاع الناس اللي راكبين معاهم. فبما انه كيتي كانت غارقه في التليفون ديالها وما مسوقاش ليه، غادي يقرر باش انه يتفلى معها في انه يخترق السيستم ديال هذيك الباخره ويقطع الويفي عن طريق البيسي ديالو اللي كان ديما هزو معاه. فعلا في اقل من زوج دقائق غادي يوقف الانترنت. كيتي طلع ليها الدم وقالتها ليه، ولكن ما كانتش عارفه بانه هو السبب. فبدا تيضحك وخلاه مقطوع واحد بضع دقائق. من بعد غادي يعاود يشعل هاد الويفي، ولكن لما كان قطع الانترنت غادي يكتشف واحد الحاجه اللي كانت غريبه واللي كانت في هاد الباخره. غادي يكتشف بلي شي تليفون في ديك الباخره متواصل مع تليفون واحد اخر اللي كاين في بريطانيا، اللي غادي يطلع منه ليه رساله في السيستم. لما قراها غادي يتفاجئ، واللي كان مكتوب فيها اليوم غادي تكون عمليه القتل، فكون هاني، غادي ننفذ هاد العمليه بنجاح. هذه هي الرساله اللي اكتشف داني. في هاد الوقت من بعد ما تاكد منها غادي يمشي عند الضابط الامني اللي كاين في هاد الباخره وغادي يقول ليه شنو اكتشف. هذا الضابط كان تيسحب ليه لانه غير كيتفلى مع داني، ولكن فاش وراه البيسي ديالو وديك الرساله اللي طلعت منه غادي يتاكد بلي انه هذا الامر بالصح. وهنا فين هذاك الضابط غادي يعلم ديك الجهه الامنيه ديال ديك الباخره. الضابط غادي يطلب من داني باش انه يعاود يطفي الويفي ويحاول انه يكتشف اي رساله جايه من هذاك الشخص نفسه. داني غادي يمشي يشد واحد القنت في ديك الباخره باش يركز في هذا الامر. اما ضابط الامن غادي يدوي في الميكروفون ديال الباخره اللي كيوصل صوتها لكاع البلايص فيها، وقال على اساس بلي انه سمحوا لينا راه عندنا مشكل في الويفي نتاع الباخره، غادي نقادوه من دابا شويه وغادي نعاودو نطلقوه. في هذه اللحظه كاع الناس عرفوا بلي انه الانترنت ما غاديش تكون واحد الدقائق، والهدف هنا هو انه داني وهذا الضابط يكتشفوا شكون هو هذا الشخص اللي كيصيفط هذه الرسائل وشكون هو المستهدف اللي غادي يتقتل. فالضابط غادي يقول داني بلي انك ما تقول حتى شي حد هذا الموضوع وخليه سير بيني وبينك باش ما ينتشرش الخوف ما بين السياح نتاع هذه الباخره. فاكثر من 4 ديال السوايع ومازال الانترنت ما طلقاتش، وداني ما قدرش يتوصل بحتى شي رساله من هذاك التليفون، ما قدرش يحدد حتى المكان منين جات في الباخره، حيت مولاها كان ذكي وطفى التليفون باش ما تعرفش بلاصتو. غادي يرجع الضابط عند داني وغادي يطلب منه باش انه يطلق الانترنت حيت الناس طلع لهم الدم وملات. داكشي اللي كان داني ما قدرش يعرف اكثر على هذيك الرساله الا انه اذا طفى الويفي، حيت اذا كانت خدامه غادي توصلوا بزاف ديال الرسائل وصعيب انه يكتشف ديك الرساله المعينه وسط دوك الرسائل كلهم. داكشي باش هو مضطر باش انه يطفيه. غيفكر باش انه مع 4 ديال الصباح من بعد ما نعس اغلبيه ديال الناس اللي كانوا في الباخره غادي يرجع داني يطفي الويفي، غادي يتفاجئ بالرساله اللي جات من هذا التليفون اللي كاين في الباخره للتليفون ديال بريطانيا، واللي كان مكتوب فيها بلي انه تم الغاء هذه العمليه ليوم واحد اخر حيتاش وقع تشديد امني وسط الباخره. اليوم التالي مع 10 ديال الصباح غادي توصل رساله على هذاك التليفون المجهول اللي كاين في الباخره، وهذه الرساله غادي تقدر واحد شويه تعطيه اون بيست اولا طريق باش انه يعرف بعض المعلومات. لداني هذاك اللي صيفطها من بريطانيا كاتب فيها بلي انه مارتن خصو يموت وخاصك تاخذ الالماس منه قبل ما توصل الباخره لنيويورك.
هنا فين عرف داني بلي انه الشخص المستهدف سميتو مارتن وهز الالماس معاه، وهنا فين قرر باش انه يخترق النظام الامني ديال الباخره اللي فيها مسجل المعلومات على الركاب. غادي يقلب وغادي يلقى واحد الشخص اللي سميتو مارتن واللي هو اكبر تاجر الماس اللي كاين في بريطانيا، وعمره تقريبا كان 72 سنه. كان مستاجر واحد الجناح قداشنا هو واحد لاسويت، وهز معاه كميه كبيره من الالماس باش يديها لامريكا. داني غادي يمشي يبغي يدخل لهذا الجناح، وغادي يلقى زوج ديال الحراس اللي كانوا واقفين على داك الباب او لا لاسويت نتاع مارتن. قال لهم بلي انه ضروري يتلاقى به واحد الامر اللي هو عاجل. فعلا غادي يدخل واحد من هاد الاشخاص وغادي يعلم مارتن وسمح ليه باش انه يدخل لعنده. من بعد داني فاش دخل وشرح ليه شنو كاين وبلي انه راه كاين واحد الشخص بغى يقتلك حيتاش عندك الالماس الى ما اخره، مارتن غادي يتفاجئ وفي نفس الوقت غادي يجاوبه بذكاء. قال لي بلي انه ما عندي لا الماس ولا حتى شي حاجه، واللي بغى يقتلني خليه يجي يقتلني. فمارتن هو فعلا كان معاه الالماس، ولكن ما كانش بغى يقول لداني شكرا حيتاش علمتيني او شي حاجه من هذا القبيل باش انه يحمي راسه. المهم داني تفاجأ برد فعل مارتن، وغادي يتقابل الضابط مع داني وسولو شنو كاين واش من جديد. وهنا فين غادي يقول ليه القضيه ديال انه اكتشف بلي انه مارتن هو المعني بالامر، وبلي مشى لعندو وقال ليه كاع دوك التفاصيل اللي حكيت لكم. قال ليه الضابط مزيان، وهذا معناه بلي انه خاصنا نشددو الحراسه على الجناح ديالو. وهنا غادي يبدا التشويق ديال القصه. فاول مفاجاه في هذه القصه واللي هي انه داني غادي يكتشف في هذاك النهار الثاني مع 9 ديال الليل بلي انه كيتي اللي هي الخليله ديالو غبرات من هذه الباخره. ولكن غير قبل مع 6 كانوا تعشاو مع بعضياتهم في المطعم، وقالت لي بلي انه غادي تدخل للبيت ديالها حيتاش عيانه. وفعلا من بعد ما بقاتش بانت. داني غادي يمشي يقلب عليها وما لقاهاش، علما انه كيتي كانت عارفه كاع هاد التفاصيل اللي حكيت لكم من بدايه القضيه، حيتاش داني كان تيشارك معاها كل شيء. من بعد داني غادي يكتشف بلي هذاك اللي غيدير هاد الجريمه يمكن اكتشف بلي انه داني اخترق التليفون ديالو وهو يخطف في المقابل كيتي باش انه يتلفوا على هاد القضيه. هاد الشيء اللي كان فكر فيه داني من بعد ما اكتشف بلي انها مفقوده، غادي يبلغ ديك الساعه داك الضابط وبدا البحث عليها، ولكن ما لقاو لها حتى شي اثار. داني جات واحد الفكره، غادي يطلب من الضابط باش انه يشوف الكاميرات ديال المراقبه، ولكن غادي يرفض حيتاش هذا الامر كان مخالف للقانون ماشي بيديه، وخصو ضروري هو الاول انه حتى ياخذ اذن من شي شركه اللي مكلفه بهذه الخدمه على ما اظن. المهم ماشي سهل غير اجي وتشوف الكاميرات، هو الاول كان خصهم انهم يديروا واحد الطلب حتى تجيهم موافقه عاد يقدروا يشوفوهم. في هذه اللحظه داني غادي يمشي يهز اللابتوب ديالو وغادي يخترق برنامج ديال الكاميرات ديال الباخره بلا اذن ولا حتى حاجه. في نظركم شنو غادي يلقى؟ اكتشف بلي انه الكاميرات تصطفات من 5 ل 8 ديال الليل، وهنا غادي يرجع عند الضابط وقال لي بلي انني اخترقت الكاميرات، ولكن اكتشفت بلي انه كانوا موقفين في هذا الوقت. الضابط طلع ليه الدم حيتاش ماشي هذا الشيء علاش اتفقوا، وقال لي بلي انه غادي يتعرض لمساءله قانونيه حيتاش ماشي من حقك. حاول يقنعو داني بلي انه اخترقهم على ود سلامه كيتي باش يشوف فين كاينه وبلي انها ممكن تكون في خطر. قال لي الضابط انه يقدر يوقع في شي مشكل في ديك الوقت، ولكن ما يقدروش يبحثوا في هذا الموضوع حيتاش حتى يجيهم الاذن الرسمي. داني شنو غادي يدير؟ جاتو فكره وحده وبالنسبه ليا كانت فكره مزيانه، انه غادي يعيط على صاحبه من بريطانيا. قال لي غادي نصيفط لك واحد لوليا ولا واحد الرابط في تليفونك اكسبتيه قبله ومن بعد تسجلو عندك. شنو كان فيه هذا الرابط؟ كان عاطي فيه الحق بلي انه هاد صاحبه يشوف ويسجل كاع الاحداث اللي كتصورها الكاميرات المراقبه ديال الباخره، وهذا هو كان الهدف اولا البلون بي ديال داني. حيت لما شاف بلي انه كيتي الخليله ديالو تخطفات فهم بلي انه حياته حتى هو في خطر، وهنا غادي يفهم صاحبه بلي خليك حاضر الكاميرات واذا جاب الله تطفاو عرف بلي انه حياتك في خطر. ولكن اهم من هذا غادي يعطيه الرقم اللي كان كيتواصل من بريطانيا على التليفون اللي كاين في الباخره، وقال لي اذا وقعت شي حاجه لكيتي او ليا عرف بلي انه مول هذا الرقم هو اللي مسؤول. واجي نزيدكم مفاجاه واحده اخرى، لدابا ما قدرتوش يمكن تعرفوا شكون هذا اللي تيصيفط هاد الرسائل من الباخره. ما كرهتكمش انكم تحبسوا الفيديو واحد الثواني وتهبطوا لتحت وتقولوا لي فمن شاكين، بغيت نعرف المدى البعيد ديال الذكاء ديالكم. واذا جاوبتوني لتحت خليني نقول لكم دابا شكون. فمرات مارتن هذاك اكبر تاجر ديال الالماس ديال بريطانيا هي اللي كانت كتصيفط هاد الرسائل لمن؟ لضابط الامن ديال الباخره. ايه، والخطه هي كالتالي.
مرات مارتن قالت للضابط اذا قتلتيه فالالماس خذو، ما عندي ما ندير به، انا بغيت غير داك الورث الخيالي اللي غادي نورث من عند راجلي. وبما انه توضحت لكم دابا القضيه اجي نكملوا قصتنا. فمن بعد ما دازت 6 ديال السوايع من المحادثه ديال داني وصاحبو، غادي يصيفط ليه هذا الاخير ويقول ليه باللي انه الكاميرات كيبانوا ليا مطفيين وراه ما بقيت كنشوف والو. هنا حس داني باللي انه في الخطر وممكن يتقتل مارتن او لا هو اللي غادي يتقتل داني. في هذا الوقت غادي يدخل السيستم وغادي يخلي هذه الكاميرا تخدم وانها ما تطفاش، واللي غادي يجي يطفيهم يسحب لهم باللي انه تطفات ظاهريا ولكن هي خدامه ماشي في السيستم وماشي عند اصحاب المراقبه اللي في الباخره ولكن في التليفون ديال صاحب داني. ضابط هو اللي طفى الكاميرات ويسحب ليه باللي انه فعلا كانوا مطفيين، ما كانش عارف باللي انه داني قدر يخترقهم وشعلهم من جديد. ولكن دابا داني راه ما عارفش الحقيقه نتاع الضابط غير انا وياكم. نزيدكم في هذا الوقت داني كان رد البال لراسو واي بلاصه كانوا فيها الناس مجموعين كان هو تيجلس فيها، حيت عارف بلي انه حياته كانت في خطر. فشنو وقع قبل ما توصل لهاد الباخره لنيويورك قبل 10 ديال السوايع مع 5 ديال الصباح في الفجر؟ كان داني ناعس وحتى صاحبه كان ناعس. مع ديك السبعه غادي يفيق داني على انه مارتن والحراس ديالو تقتلوا. داني غادي يمشي يطل في الكاميرات غادي يكتشف واحد الامر اللي هو غريب، انه غادي يدخل لواحد العامله اللي كتخدم في هذه الباخره عند مارتن وهي مدخله الماكله وعصير، وغادي يدخلوا معها الحراس وتبين بلي انه مارتن والحراس ماتوا من بعد ماكله ديك الماكله واللي كان فيها السم. علاش ما عندناش تفاصيل نتاع داخل الغرفه؟ حيتاش ببساطه الجناح نتاع مارتن ما كانوش فيه الكاميرات، داكشي باش داني ما عارفش شنو وقع لداخل او شكون المسؤول. ولكن من بعد غادي يشوف بلي انه الضابط غادي يدخل داك الجناح ومعاه شي زوج ديال الاشخاص غادي يهزوا الجثث. في ديك اللحظه الضابط غادي يمشي يوقف على داني ويحاول يستدرجو يدخلو لبيتو ودار ليه شي مخدر باش انه دوخو حتى غاب على الوعي ديالو. من بعد غادي يديرو شي بلاستيك نتاع الزبل اعزكم الله هو وداك البيسي ديالو باش ما يخلي حتى شي دليل عليه، وغادي يدخل من بيت لبيت حيت كان عارف الخبايا نتاع هاد الباخره، وغادي يلوح ديك البلاستيك في قاع المحيط. وهذا كان هو اعتراف الضابط من بعد ما شدوه. كي غادي يوصل الضابط لنيويورك ومن بعد مرور تقريبا 24 ساعه غادي يبلغ صديق داني السلطات البريطانيه بكاع التفاصيل مع الدلائل، وهذاك الرقم اللي كان عطاه نتاع بريطانيا اكتشفوا بلي انه كيف قلت لكم ديال مرات مارتن. ومن بعد التحقيق والتدقيق غتعترف وغتحكم هي وياه وحتى هذيك اللي دخلت الماكله لمارتن بالسجن مدى الحياه مع عدم امكانيه الافراج. واخيرا غادي يكون عندكم واحد السؤال هو كيتي فين هي وشنو وقع لها؟ فحسب اعتراف الضابط بلي انه في 3 ايام الاولى وقبل ما يلوح داني في المحيط كان ساجنها ورابطها في الغرف ديال المحرك ديال الباخره، ولكن لما قتل داني قال بلي انه اذا بقات تخيتي غادي تفضحو ويلوحها بنفس الطريقه نتاع داني. وهذه هي قضيه اليوم. قولوا لي كيفاش جاتكم، واش عندكم شي تساؤلات، واش بانت لكم شي حاجه غامضه في هذه القصه؟ ما كنتش انكم تخليوا لي ارائكم وتعاليقكم لتحت باش نعرف كيفاش كتفكروا. دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو في حلقه جديده من بعد غدا ان شاء الله. سلام سلام.